من ال يعني الاجواء اللي معتاده عليها الخليه تبدا تخرج برا حاله الهوميستاسيس اللي بنسميها حاله ايش الادابتيشن. اذا عندها قدره تعمل ادابتيشن بتعمل ادابتيشن. شو يعني ادابتيشن؟ يعني تكيف نيو ستريس، بنحاول تلاقي طريقه تعايش وتاقلم جديده مع الظروف الجديده. نيو ستدي ستيت بيكون فيها نيو اكوليبريم، تعود على البارامترز الجديده تو ريمين فايبل اند تو ريمين فانكشنينج. فمثلا اذا خففنا عنها النيوتريانس، خففنا عنها الاكسجين، بتلاقيها شوي شوي تبدا ايش تشتغل فانكشن اقل، يكون حجمها اقل. زدنا عليها الورك لود بتصير تشتغل اكثر، فبتبني ستراكشرز اكثر، فبتعمل فانكشن اعلى حسب الستريس اللي بنحطه على الخليه بتعمل ادابتيشن. ومرات هذا الستريس بيكون شيء فيسيولوجيكال، مرات بيكون شيء باثولوجيكال. تمام؟ يعني ممكن يكون مثلا اذا انت عندك عضله معينه بتعود تعمل فيها اكسرسايز عادي، قررت انك تبدا تعمل كل يوم اثقال وحديد وكذا، هاي العضله يتمنع عليها ورك لود عالي، فبتبدا تفانكشن اكثر، تبدا تزيد من حجمها، تبدا تزيد من الستراكشرال بروتينز اللي بتعمل عندنا ايش كونتراكتايل فانكشن. قررت توقف التريننج تبعك، ترجع العضله باك تو اتس نورمال، اوكي، للحاله اللي كانت فيها من قبل. This is pure physiological. تمام. قلنا انه في عندنا اربع انواع من الادابتيشن مشهوره بتقوم فيها الخليه. اول نوع اللي هو الاتروفي، تمام، وعرفنا شو يعني اتروفي. اول نوع اللي هو الاتروفي، اتروفي شو يعني؟ قلنا ضمور or decrease in the size of the cell، الخليه بتصغر من حجمها. تمام، شرحنا عن تفاصيل كيف بتصغر من حجمها، قلنا انه لما بيقل الورك لود على الخليه او بيقل الستيميوليشن على الخليه او بيقل النيوتريانتس او اكسجين على الخليه they go into atrophy the more. قلنا المين بالانس اللي بنشتغل عليه ايش هو؟ بروتين ديجراديشن فيرس بروتين سينثيسس. فبالاتروفي شو بتعمل الخليه؟ بروتين ديجراديشن اكثر من سينثيسس. عكس تماما النوع الثاني اللي هو الهايبرتروفي، هذا اليوم اللي نحكي عنه هايبرتروفي، بروتين سينثيسس انكريز ان ذا سايز اوف ذا سيل. هون العكس تماما، الخليه بتتكبر من حجمها، بتتصنع بروتينات زياده، تمام، تدو مور فانكشن من الخليه الاصليه. النوع الثالث اللي هو الهايبربليزيا، قلنا بليزيا شو يعني؟ انقسامات. فالهايبربليزيا زياده الانقسامات في الخليه عشان تزيد اعداد، تمام، انطلب منا ورك لود اعلى او صار عندنا هرمون ستيميوليشن اكثر، نروح بنزيد عدد الخلايا تو دو ذا فانكشن. فبدل ما يكون الاورجن مثلا فيه 200,000 خلية صاروا 600,000 خلية لأن الانقسامات زادت. فزيادة. هلأ in both these scenarios حجم الأورغان بده يزيد والفانكشن تبعت الأورغان بده يزيد، ولكن شو الفرق؟ من الهايبرتروفي بس حجم الخلايا بيزيد، الهايبربليزيا بيزيد أعداد الخلايا. فمن both cases حجم الأورغان بيزيد، فانكشن الأورغان بتزيد. كتير مرات من الخلايا بيعملوا هايبرتروفي وهايبربليزيا مع بعض، إذا عندهم القدرة بيعملوا التنتين سبب، بنلاقي combination from both مع بعض. النوع الأخير اللي هو الميتافيزيا، change from one type of cell into another type. أنا إذا طلب مني مهمة معينة ما بعرف أشتغلها، انحطيت في ظروف معينة ما بعرف أتصرف فيها، ورح أقول أحسن شيء نجيب حدا مكاني، نجيبوا نوع آخر من البني آدمين يشتغل هذا الشغل، أنا ما بعرف أشتغله. This is metaplasia. تمام؟ إنه نغير from one cell type to another cell type. تمام؟ إنه بحيث إنها تتأقلم مع الظروف الجديدة بشكل أفضل أو تتأقلم مع الستريس الجديد بشكل أفضل. هذا هو الميتافيزيا. بدينا نحكي بتفاصيل الأتروفي، إنه decrease in the size of the cell، وبالتالي الأورغن كله بصغر حجمه لما كل الخلايا تعمل أتروفي. وحكينا معلومة في بعض الخلايا ما بتقدر تتحمل الستريس، صح؟ في بعض الخلايا بتتحمل الستريس تعمل شوية أتروفي بضمن حجمها، بس في بعض الخلايا ما بتقدر تتحمل هذا الستريس، ما بيقدروا يعملوا ادابتيشن فذي داي. لما انت تقلل عنهم الاكسجين للربع، كثير من الخلايا ما بتقدر تتحمل، ما بتقدر تعمل ادابتيشن فذي داي. فاللي بيموتوا من جهه واللي بصير فيهم اتروفي من جهه كله بيؤدي لضمور حجم الاورجان. This is accompanied by a decrease in the size of organ if sufficient number of cells. الخلايا اللي بتعمل اتروفي مضبوط بصغر حجمها، مضبوط الفانكشن تبعتهم بتقل، ولكن بضلوا alive. Adaptation is something تعمل a living cell. هذا ما هو death of cell، لا، هو زي كأنه خمول أو ركود بتعمل الخلايا، ضمور مش أكثر. But they are alive, they are not dead. وقلنا المين بالانس في البروتين synthesis، من قلل البروتينات أكثر. وحكينا في بعض حالات بيكون فيسيولوجيكال مثل الثايموس جلاند لما بتضمر،
بس يكبر الانسان والبرين عند الالدر اللي بيصغر. قلنا في بعض الحالات باثولوجيكال ديكريست ورك لود لما بقل الفانكشن اللي بنطلبها من خليه معينه بتضمر. تمام، بقل الفانكشن. تعال خد هذا الكورس. هاي في هون كراسي كمان. تمام، اذا ديكريست ورك لود اللي هو سميناه ديسيوز اتروفي، وقلت لكم عن مثال الشخص اللي انكسر رجله ما بيعود يتحرك، فهاي العضله ايه لو نيجي نكشف عليها بعد شهرين ونفك الجبصين شو بكون؟ ضمور صار فيها. فديسيوز اتروفي لوس اوف انرفيشن دينرفيشن اتروفي، لما بنقطع النيرف سبلاي صار عندنا حادث، انضرب نيرف معين، هالعضلات اللي بتغذوا بها النيرف ما بتشتغلوا، بصير فيها اتروفي. بيقل البلد سبلاي سكيمه اتروفي لما نخفف من الدم على عضل على جزء معين او عضله معين او نسيج معين، بتلاقي في بصير ضمور. ان اديكوت نيوتريشن والهرمونال ستيمولايشن. طيب قلنا الميكانيزم اوف اتروفي، في عندنا تو ميكانيزمز بتقرر تعملهم الخليه لما بتبدا تعمل اتروفي. اول ميكانيزم اللي هو الاوتوفيجي. شو يعني اوتوفيجي؟ بلعمه ذاتيه. بتعرفوا الفاجوسايتوسيس؟ سمعتوا عنه اكيد، اخذتوه عن فكره الفاجوسايتوسيس. ومعنا هيتيروفيجي لما يجي شيء من برا نتخلص منه، واوتوفيجي لما بنعمل بلعمه الاستراكشر جواني. الهيتيروفيجي بيجينا ذره كربون من برا نتخلص منها، مندخلها نحطها بقلب اوتوفيجيك فاكيول، نبعت ورا اللايسوسوم بيعملها، بيحاول يخلصنا منها ديجراديشن. الاوتوفيجي ما بيفوت شيء من برا، احنا من قلب الخليه ستراكشرز بدنا اياهم، اورجانيلز ما بدنا اياهم، نحطهم بقلب اوتوفيجيك فاكيول وبيجي اللايسوسوم بيعملهم ديجراديشن. هاي اول ميكانيزم بتتبعها الخليه حتى تعمل اتروفي. الاوتوفيجي بتصير تجمع، شو في ستراكشرز بتحاش اياها، حطهم بقلب فاجوسايتوسيس فاكيول خلص. الميكانيزم الثانيه الابيكوتين بروتيوسر باثوي، قلنا انه في عندنا بروتين اسمه الابيكوتين موجود فري، وين في عندنا بروتين عشان بدناش اياه نتصل عليه بيعمل له اكتيفيشن، بيجر هالبروتينات الدمجت او هالبروتينات ناش اياها وببعثهم يتكسروا في البروتيوسوم. انزيمز البروتيسز بتقضي عليهم تكسرهم لامينو اسيدز تخلصنا منهم. فبالاتروفي الخليه بتصبح بتقرر ان في عندي مجموعه اورجانيلز انا ما بستعملهم كثير ما بدي اياهم، تحطهم بالاوتوفاجي فاكيول تعملها اوتوفاجي. وبنفس الوقت في بروتينات من الاستراكشر تبع الخليه بتلزمناش كذا، بنجيب الابيكوتين بخلص. فاوفر اول قللنا حجم البروتينات الخليه، قللنا حجم الاستراكشرز، فحجم الخليه ايش بيصغر. تمام، والفانكشن تبعته بتقل. تفضل. هذول التو ميكانيزم متلازمه غالبا غالبا بدهم يكونوا يعني انتر بلاي بيشتغلوا مع بعض غالبا بدهم يكونوا متلازمين. هلا وقلنا انه مرات انه نفس الانفلونس مش كل الخلايا بتتجاوب زي بعض، في خلايا ما بتتحمل تعمل ادابتيشن الا بحدث كم من خليه بهالنسيج بيقدرش يعمل ادابتيشن في ذي دايت. مش معناته انه كل الخلايا دايت ولا معناته انه الاورجن اللي صغر حجمه يبقى الخلايا كلها ميته، لا لابد انه فيه ضمور اتروفي. خلينا نحكي هلا عن الثانيه او الاكزامبل الثاني للادابتيشن اللي هو الهايبر تروفي. شو يعني هايبر تروفي؟ قلنا هايبر زياده انكريز، تروفي حجم، انكريز في الحجم، انكريز ان ذا سايز اوف ذا سيل، ها انكريز ان ذا نمبر اند دنسيتي اوف سيلولار سبستانسز. كيف الخليه بتكبر حجمها؟ بتزيد المكونات اللي بقلبها، بتزيد البروتينات، بتزيد الأورجانيلز to do more function، فبالتالي حجمها بيكبر. عكس تماماً اللي حكيناه بالأتروفي، هناك بتكسر الأشياء، هون بتصنع أشياء زيادة، بتصنع بروتينات زيادة it will do more function. مزبوط؟ إذن increase in the size of the cell, increase in the number of organelles أو substances، بصير نصدع ميتوكوندريا أكثر، structural proteins أكثر، cytoskeletal proteins أكثر، إذا إحنا خلية عضلية بصير نصنع contractile proteins أكثر to do more function. It will lead to an overall increase in the size and function of the organ. إذا الأورجن كل الخلايا عملت hypertrophy شو بصير بحجمه؟ increase and a new equilibrium is reached. الخلية بتتعود على موديل إن حجمها يكون أكبر، organelles يكون أكبر وهكذا، يكون عندي أنا مصنع يقل علي الورك لود، إيش؟ بتخلص من نص العمال، بخلي النص بصغر حجم العصب بتصغر الفانكشناليتي. اجاني لود شغل الدبل، بجيب من
شغل العمال. اوكي لاحظوا انا قلت بزيد من شغل العمال ما بزيد من عددهم، انا شو بعمل؟ هايبرتروفي. هايبرتروفي بنزيد من حجم الخلايا ولكن عددهم ثابت، فعدد العمال عندنا بالمصنع شو بضل؟ ثابت. بس اللهم الفانكشن تبعتهم بتكون اكبر وينكريز حجم المصنع تبعنا. هايبرتروفي واتروفي نفس الفكره. النيو اكواليبريم مين اللي اوكيز الهايبرتروفي؟ طب مين الاورجنز اللي بتختار تعمل هايبرتروفي؟ يعني انا هلا لو عندي مصنع وصار ضغط الشغل عندي الدبل، مين احسن لي؟ اروح اجيب عمال جدد ولا يشتغلوا بزياده، ولا اخلي العمال الموجودين بس يشتغلوا دبل يعني اوفر تايم دبل دبل المده؟ يعني بفهموا الشغل اصلا مظبوط. I didn't think that through. يعني سمارت يعني ماشي، بس يعني كمان they will be exhausted صح؟ رح يهلكوا، حيضاينوا معي اول اسبوع اسبوعين عشان مزبوط they will be paid احسن، بس يعني مش يعني لو عندي خيار بجيب عمال اكثر بتعلموا من العمال الجدد الاودر بصير فانكشن اعلى. مزبوط. مين احسن لما اطلب انك انت تعمل الشغل على اوفر تايم مرتين ولا اجيب عمال اثنين يشتغلوا نفس الشغل؟ مين الفانكشناليتي الي كمصنع فانكشناليتي تكون احسن؟ كل اثنين تمام، انلس انه يعني انت بدك تتلأمن وما تعلمه وبتدري انت تاخذ فلوس بالاوفر تايم، هاي قصه ثانيه. طيب اذا عندي الخيار بسيب عدد العمال في المصنع، فالأورجن إذا عنده الخيار وتعرض لستيميوليشن أحسن ما يعمل هايبرفليزيا. طب مين اللي بيعمل هايبرتروفي؟ الأورجنز أو الخلايا اللي ما عندها قدرة على الانقسام. إذا أنا خليها ما عندها قدرة على الانقسامات معناته ما حقدر أجيب أعداد جديدة من خلايا فبعمل هايبرتروفي. ولكن إذا أورجن خلايا عندها قدرة على الانقسامات بتعمل انقسامات، ومرات زي ما حكينا التنتين بيشتغلوا مع بعض. اوكي هايبرتروفي وهايبرفليزيا. اذا مين الاورجنز اللي بتعمل هايبرتروفي؟ الاورجنز اللي بتعمل هايبرتروفي ذا اورجنز ار كومبوز اوف سيلز ذات كانت ديفايد، مثل خلايا الكاردياك مسلز خلايا العضلات القلب ما عندها قدره على الانقسام، يتعرض لاي ستريس او اف ات دايز ما بيجي بدالها، الخليه اللي بتموت بالقلب ما بيجي بدالها، بيجي محلها فايبروسس تليف تمام، ما عندها قدرة على الانقسامات. فإذا بتعمل adaptation شو بتعمل؟ hypertrophy. skeletal muscles نفس الحاجة إذا صار عليهم damage معين وراحوا ماتوا ما بيجي بدالهم، ما عندهم قدرة على الانقسام، فإذا شو بتعمل؟ hypertrophy. hypertrophy إذا mainly occurs in organs composed of cells that cannot divide مثل cardiac muscles مثل خلايا القلب. طبعا this is not accompanied by increase in the number of cells، اذا اعداد الخلايا بضل ايش؟ ثابته. اعداد اعداد الخلايا ايش بتضل؟ ثابته بتضل ثابته، ما بيصير زياده في اعداد الخلايا. طيب الهايبرتروفي كان بي فيسيولوجيكال كان بي باثولوجيكال، مرات بيكون فيسيولوجيكال انكريز ان ذا ورك لود انكريز ان ذا ورك لود، اذا انا طلبت فانكشن من الخليه اعلى معناته بتعمل هايبرتروفي. مثال عليها فيسيولوجيكال البادي بيلدرز جماعه الاثليتس اللي بيلعبوا رياضه تمام، يعني فجاه حدا فيكم مثلا قرر انه والله بده يبدا يلعب في الجيم ويحمل اثقال وزن تمام ابتداء من اليوم، فبتلاقي هالسكليتال مثلا مصدمه، انا متعوده احمل كم من كيس بايدي وخلصنا، يا دوب يحمل شنطته كل يوم ويحمل كيس فيه شويه اغراض، مش متعودة أنا أقعد أحمل 10 دمبلز 10 كيلو 20 كيلو مش عارفين، هذا ستريس جديد على خلايا السكليتال المسلس تبعون البايسبس والترايسبس مزبوط. فشو في خيار قدام السكليتال المسل؟ هو خيار وحيد ما فيش غيره هايبرتروفي، لأنه ما عندها خيار هايبربليزيا صح؟ فبتبدأ شوي شوي إنها تزيد بالحجم تبعها والكونتراكتايل بروتينز تبعها، بعد شهر زمان لما تيجي تقيس حجم العضلة عندك إيش؟ لارج مزبوط. ولكن لو نقول بعد أكم من شهر انت بطلت من الجيم بطلت تعمل هذا الاكسرسايز شو بصير بحجمها؟ برجع باك تو نورمال. اذا هذا this is pure physiological pure physiological تمام. نعطي اكزامبل physiological اللي بتلاقي كميه الضخ اللي بده يضخه عاليه، هو بواجه ريزيستنس عاليه فبده يضخ بقوه اعلى، هاي قوه اعلى means خلايا عضلات القلب صار عليها شغل اكثر بدها تعطي قوه اكبر صح. اذا الناس اللي عندهم هايبرتنشن ضغط الدم مرتفع عضلات القلب لما بتيجي تضخ الدم بتضخه بقوة أكبر لأنها عم بتواجه ضغط وممانعة عالية، فإذا أنت تضخ بقوة أكبر فلقيت حالها عضلات الفنتريكلز بالهارت بتواجه ورك لود عالي
فاذا بده ينطلب منها هايبرتروفي. فمرضى الهايبرتنشن على اللونج تيرم شو بصير عندهم؟ كاردييك هايبرتروفي، الفنتركل محل ما بخرج الاورطه بصير في هايبرتروفي. ليه؟ لانها عم بدها تضخ دم اجينست ريزيستنس، مش اجينست دم طبيعي، اجينست دم ضغط دم عالي، فبدها تضخ بقوه اكثر. فالفنتركل شو بصير فيه؟ هايبرتروفي. ومن اهم الاشياء اللي بنشوفها عند مريض ضغط صار له 20 سنه ولا 30 سنه كاردييك هايبرتروفي او فنتريكولار، بالذات اللفت فنتريكل محل مخرج الاورطه، اللفت فنتريكل ايش؟ هايبرتروفي، بنلاقي حجمه على الاكس راي انكريست. مزبوط. فاذا هون هايبرتروفي از ذس فيسيولوجيكال ولا باثولوجيكال؟ باثولوجيكال. باثولوجيكال. نعم باثولوجيكال. طيب مرات بيكون الستريس هرمونال ستيميوليشن، مش انه ورك لود انا بطلب منك تشتغل فانكشن اعلى. انا بصير اذا انت متعود تشتغل على ستيميوليشن هرمونز بسيطه، انا بصير اعطيك هرمونز زياده هرمونز. تمام. اذا انكريز ان هرمونال ستيميوليشن. تمام. مثلا نعطي اكزامبل ان ميلز اور ان فيميلز ات ذا تايم اوف بيوبرتي، لما بتبدا الهرمونز شوي شوي تتنشط وتنشا، هذا الحكي بيبدا ايش؟ الجينيتاليا. تمام. الجينيتال اورجانز الفاجينا والفالفا والبينس الميل او حتى البريست الفيميل تبدا لما تبدا تتعرض للهرمون تبدا يكبر في الحجم وتصيرهم ديفرنشيشن وتمايز. ايه هرمونال ستيميوليشن ذس از بيور هايبرتروفي. اذا البريست هايبرتروفي لما انكريز بالسايز اليوترس البينس الميل. تمام. فهون شو بصير في عندنا؟ هرمونال ستيميوليشن هايبرتروفي. صح. بنفس الوقت وبكون اكومبانيت باي هايبربليزيا باي ذا واي. ليه؟ لانه هاي خلايا عندها قدره على الانقسام. بالمقابل this involves both hypertrophy الهرمونال ستيميوليشن this involves زي ما حكينا both hypertrophy and hyperplasia مع بعض، لانه غالبا هذول الاورجان زي ما حكينا عندهم قدره على الانقسام وبيعملوا hypertrophy وhyperplasia سوا. تمام. ف this is pure physiological. تمام. pure physiological. الميكانيزم الهايبرتروفي تماما عكس الاتروفي increase in the synthesis of structural proteins للخلية، فبالتالي كل الستركتشرز بالخلية بتزيد، فبالتالي increase in the workload of the organ. هايبرتروفي معناته قدرة ايش؟ work function تقدر تكون اعلى بالخلية. طيب طلعوا على شكل cardiac muscles في مريض الهايبرتنشن، طلع على شكل الفنتركل اللي قلنا بيكبر حجمه مع مريض الضغط، مقارنة النورمال كيف حجم الفنتركل اللفت فنتركل الطبيعي هون لما بصير فيه هايبرتروفي شو صار بالحجم؟ انكريز. اذا انكريز ان ذا سايز اوف ذا هول فنتركل بروستين على تحت الميكروسكوب قارنوا كيف الخليه العضليه شكلها الطبيعي في القلب، هاي الخليه هاي السيتوبلازم هاي النيوكلياس هون استروما بيناتهم، هاي خلية وهي خلية وهي خلية، طلعوا حجمهم كيف؟ طلعوا بعد الهايبرتروفي شو صار فيها؟ زاد حجمها كثير. شو اللي زاد؟ الستركتشرال بروتينز السيتوبلازم كثير زادت، اللي هم الاكتين والمايوسين اللي بيعملوا فانكشن كونتراكشن بالخلية. هذا اول اكزامبل على الهايبرتروفي في الكارديك مسلس. هون في السكليتال مسلس البادي بيلدرز كيف بكون شكل الخلية العضلية؟ هون السيتوبلازم هي النيوكليوس على الطرف من الفوجة هيك عادي نيوكليس، طلع حجم الخلايا كيف؟ طلع حجمهم هون كيف صار؟ قديش كبرت حجم الخلية في الهايبرتروفي. تمام. فهذا workload stimulation، يعني انت بدك تبتز فيها تشتغل اكتر، فبصير شوي شوي تكبر حجمهم بزير تصنيع البروتين في السيتوبلازم اكتر. تمام. واضح الهايبرتروفي؟ تماما عكس الهايبرتروفي، كل اشي فيها عكس. أخت هلا الهايبرتروفي والمرافقة لها بكتير من الحالات، مش دائما ولكن بكتير من الحالات، مين؟ الهايبربليزيا. هايبربليزيا شو أنا؟ هايبربليزيا قلنا increase في number of cells في proliferation of انقسامات بالخلايا أعداد الخلايا. فلما نيجي نطلع على الأورجان من برا حجمه كله على بعضه إيه؟ زايد صح؟ ولكن شو اللي زاد الحجم هلا قد إيه؟ أعداد الخلايا. أعداد الخلايا إذا increase in the size of the organ due to increase in the number of cells in that organ. Okay. تعالي فهم هيك الكرسي. Increase in the size of the organ. تمام. نتيجة increase in the number of cells in that organ. وبالتالي الفانكشن تبعتها شو بصير فيها؟ Increase. This is seen in cells that can divide. في الخلايا اللي عندها قدرة على الانقسامات. إذا في قدرة على الانقسامات قلنا نعمل
هايبر بليزيا. إذا ما عندنا قدرة انقسامات بنعمل هايبر اتروفي. من أشهر الأورجان اللي بصير فيهم هايبر اتروفي وهايبر بليزيا مع بعض مين؟ اليوترس ديورين البريجنانسي. طلعوا حجم اليوترس ما قبل البريجنانسي بالمقابل بعد 9 شهور مع الولادة كيف بصير حجم اليوترس؟ very much increased in the size of uterus. شو اللي يعمل طبعا بالبريجنانسي؟ شو what kind of stimulation موجودة؟ مين اللي هرمونال؟ لأنه بصير إفراز كمية كبيرة من البروجسترون وأستروجين وكذا، فبالتالي خلايا اليوترس الاندومتريوم والمصل تبع اليوترس الميومتريوم كلياتها بتزيد أحجامها بتزيد انقساماتها. ونفس الوقت الورك لود إنه وزن الطفل والستركتشرز اللي حواليه كلياتها بتساهم في إنه حجم اليوترس كمان إنه يزيد. طيب in many instances hypertrophy and hyperplasia بمشوا at the same time، وهذا اليوترس during pregnancy قلنا أشهر example. فإذا إحنا بنيجي بناخد section من اليوترس نتفرج، فبتلاقي أعداد الخلايا زادت وأحجام الخلايا زادت at the same time. Causes of hyperplasia نفس الفكرة، في أشياء physiological في أشياء pathological. الفسيولوجيكال كوزز هايبرplasia هرمونال هايبرplasia حكينا قبل شوي، قلنا during مثلا puberty بيكبر حجم الأورغانز الجينيتاليا نتيجة هرمونال ستيميليشن، هايبرplasia مرات أكمبنت زي ما حكينا بع هايبرتروفي. تمام. الكومبنساتوري هايبرplasia هذا مصطلح كتير مهم. شين كومبنساتوري؟ شين كومبنسيشن؟ تعويض. كومبنسيشن يعني تعويض. كومبنساتوري هايبرplasia إذا جينا جبنا حدا وقلنا له بدنا تتبرع بجزء من الليفر تبعك للمريض، رحنا أخذنا نص الليفر أو ربع الليفر تبعه وأعطيناه للمريض، لما نرجع لهذا الشخص بعد مرور سنة بيكون الليفر اكتمل ورجع باك تو نورمال وأعداد الخلايا حلوة. طب شو اللي صار؟ كومبنساتوري هايبرplasia، خلايا الليفر المتبقية عملت حملة تبرعات عشان تعوض محل الخلايا اللي راحت، فصارت تعمل هايبرplasia انقسامات عشان تعوض ماس الليفر اللي راحت. تمام. فلما نرجع نلاقي حجم الليفر رجع باك تو نورمال، هذا بنسميه كومبنساتوري تعويض. كومبنساتوري هايبرplasia، هايبرplasia تعويضيه، انه under the influence of growth factors خلايا الليفر نفسها ايش صار الجروث فاكتورز تنشا فيها يعملوا دعم، يعملوا ايش ستيميوليشن لخلايا الليفر انها تعمل هايبرplasia وتعوض محل اللي راح. تمام. فهذا اكزامبل هايبر. مرات الهايبرplasia بتكون باثولوجيكال، بالذات الهايبرplasia لما تكون باثولوجيكال بنخاف منها. اشهر اكزامبل اللي هو الاندومتريوم هايبرplasia. شو الاندومتريوم؟ بطانة الرحم. ايوه بطانة الرحم الاندومتريوم بصير فيها هايبرplasia. ام افريد بدك تشوفي لك يا اما كرسي ورا يا اما بدك تشوفي لك كرسي من برا. الاندومتريوم زي ما حكينا سابقا تتعرض للو ليفل من الهرمون بشكل شهري، تضبط شويه استروجين تعمل بروفريشن شويه بروجسترون بعدين بينزل الهرمون، تعمل بروفريشن شوي بعدين بصير لهم شيدنج هرمون الستيميليشن شيدنج. مزبوط. الاندومتريوم متعوده على هذا اللو ليفل من الهرمون. هلا مرات في بعض الناس مثلا اذا بتاخذوا ادويه فيها استروجين او نوع معين من الاورام، في نوع معين من الاورام بينشأ بالاوفري المبيض وبينتج كميه كبيره من الاستروجين، بينتج كميه كبيره من الاستروجين، هذا الاستروجين ما يتواجد كميه كبيره في الجسم، فالاندومتريوم عم تتعرض لكميات كبيره من الاستروجين، تبدا تعمل هايبرplasia هايبرplasia وتخمل وهايبرplasia وتخمل. تمام. هذا الاشي بيور هايبرplasia هرمونا، صرنا نعطيها هرمون اكثر عملت انقسامات اكثر فكنت طبعاً، فهي ببساطة هايبرplasia. هلأ مرات إذا استمر هذا الحكي for long time هاي الهايبرplasia بتبدأ تخضع لأجندات خارجية، تبدأ الموضوع يبطل بس adaptation، تبدأ يصير فيه genetic mutation تتحول لكانسر، نبدأ ندخل في مشاكل برا قصة adaptation من ضمنها الكانسر development. تمام. فإذا الاستروجين stimulation العالي على الاندومتريوم مش مزحة، في البداية مزبوط بكون adaptation hyperplasia، ولكن إذا استمرت الشغلة for long time هاي ممكن مش بس cell injury، cell injury و cell carcinogenesis بيبدأ يصير في يتطور فيها genetic mutations وبدأ يتحول لكانسر، فهي واحد من أشهر الريسك فاكتورز للإندومتريال كانسر. فطالما هي بالadaptation وhyperplasia يبقى الوضع بسيط، إذا شلنا هذا الأوفيريان تيومر أو عملنا بلوك على الاستروجين كل شيء بيرجع باك تو نورمال، بس المهم ما يكونش كتير طولنا، يعني ما يكونش بعد فوات الأول. تمام. فالإندومتريال هايبرplasia
example adaptation بسبب زيادة كمية الاستروجين، قد يكون من medications، قد يكون من ovarian tumor. شنال تيومر كله بيرجع back to normal. This is pure adaptation. ولكن إذا الشغلة طولت لفترات طويلة سنين يعني نبدأ نخاف من هاي الاندوميتريال هايبربلازيا ممكن ينشأ منها كانسر. تمام؟ فهاي هي الفكرة. Both hypertrophy and hyperplasia are reversible. كلهم reversible if stimulus is removed. ولكن زي ما حكينا persistence of the stimulus بتعمل شيء بيحول البروسيس انتو نيوبليزيا. يعني اذا ضل الستيمولس موجود لسنين وسنين بتصير كانسر. اكزاكتلي. فهون هي الفكره. هون بس دايجرام بسيط وضح اللي حكيناه بالهايبرتروفي والهايبربليزيا. خليه عاديه نورمال تشو تعرضت لستيمولس اب نورمال ستيمولس. هذا الستيمولس طلب منها فانكشنال ديمان اكثر، ورك لود اعلى، مطلوب منك وظيفه زياده، ميتابوليك ديمان بدك تصنعي لي بروتينات اكثر، بدك تجيبي لي المولكيول الفلاني اكثر، او اندوكرين ستيميليشن هرمونز، صرت انا بدزك بهرمونز اكثر. بيرسيستنج تيشو انجل ستيمولس بضل ينكش بها الخليه على طول. شو بدها تعمل الخليه؟ بدها تعمل ادابتيشن. شو الادابتيف ريسبونس اللي بدك تختاره؟ يا اما بتزيد السيل سايز اللي هو هايبرتروفي، يا اما بتزيد السيل نمبر انقسامات هايبربليزيا، يا اما السايز والسيل نمبر مع بعض هايبرتروفي اند هايبرفليزيا مع بعض. اند اوف ابنورمالتي، المشكله انحلت، الاستيمولس راح. شو بصير بالخليه؟ ريموفال اوف ذا كوز، بدها ترجع بقل السيل سايز وبقل السيل نمبر فبترجع باك تو نورمال. معناتها الادابتيشن از طالما احنا في حلقه الادابتيشن. هلا مرات اذا استمرت الرساله نرجع نتذكر اللي حكينا المره الماضيه، The adaptive capability إلها limit، يعني قدرة الناس على التأقلم أو التكيف محدودة لحد حد معين. أكثر من هيك لا تفوت الخلية قادرة تعمل adaptation. فإذا الستيمولس شد بزيادة أو الستيمولس طول أكثر أو سيفير أكثر، ندخل في مرحلة cell injury. أما بعود الموضوع قد إنه ما يعود الموضوع reversible. تمام؟ فهذا هو الفكرة بالhypertrophy and hyper. اخر نوع من انواع الادابتيشن اللي هو بنسميه الميتابليزيا. شو يعني ميتابليزيا؟ تغير نوع الخليه. اذا ريبليسمنت، استبدال وان تايب اوف ادلت سيل انتو انذر تايب اوف ادلت سيل، سواء كانت الخليه ابيثيليال. شو يعني خليه ابيثيليال؟ الخلايا الابيثيليال الطلائيه بالعربي، بتعرفوا الانسجه الطلائيه، الخلايا اللي بتغطي الجلد سكويمس سيلز، هاي ابيثيليال. الخلايا اللي بتغلف الامعاء بتغلف الاعضاء من جوا، هاي خلايا ابيثيليال. they do the function، هم اللي بيعملوا secretions وهم اللي بيطلعوا لنا الماتيريالز، هم بيعملوا digestion، هم تمام. فهذول ابيثيليال سيلز. او كانت ميزينكيمال سيل. شو ميزينكيمال سيل؟ الكونكتيف تيشو، اللي هو خلايا البون، الكارتليج، الفايبرس تيشو، الكونكتيف تيشو، المسل، هذول ميزينكيمال. انسجه ضامه بنسميها، صح؟ أنسجة، بتعرفوا الأنسجة الطلائية والأنسجة الضامة؟ قرأت عليكم نو؟ أنسجة طلائية وأنسجة ضامة، إبيثيليال سيل مزين. إيش ما يكون نوع الخلية سواء إبيثيليال أو ميزينكيمال نفسها، ممكن يحدث السيناريو بهدول الأنسجة، ممكن يحدث السيناريو بهدول الأنسجة. change of one type of cell into another type of cell. فبالتالي aiming at replacing cells that are sensitive to certain stimuli. هاي الخلية مش قادة تتحمل هذا السنسيتيف لهذا الستريس، مش قادة تتحمل هذا الستريس، مش قادة تتعامل معه. نغيرها بمور ريزيستنت سيل تايب، خليه عندها مقاومه اكثر، ممانعه اكثر، تقدر تتحمل. يعني من اشهر الاكزامبلز على الميتابليزيا هلا حنحكي عنه، الناس بصير عندهم ارتداد الحمض من المعده للمريض. كثير سيناريو مشهور، وعلم الله لو نيجي نقيس يمكن ربعنا عندنا هذا السيناريو اللي قاعدين بهالغرفه. ارتداد الحمض من المعده للمريض، خلايا المعدة متعودة على الأسد، صح؟ وبتفرز ميوسن علشان يخفف من حمضية الأسد ويعمل شوي معادلة أكتر، تكون alkaline secretion، صح؟ خلايا المعدة متعودة على الحمض ومتعودة كيف تتعامل معه، واللي أحسن منها متعودة أحسن وأحسن خلايا الاثنى عشر ديزنم والسمول انتستن، لأن هي بتتلقف كل شيء بينزل من المعدة، مزبوط؟ هالحمض اللي بيفرز بالمعدة بينزل كله وين؟ على السمول انتستن. السمول انتستن فيها قبلت سيلز نسميهم بفرزوميوسن، وهذا الالكلاين بيكون البي اتش تبعته عاليه.
بتعامل مع الأسد باحترافية، حلو؟ عشان ما يصير عندنا تقرحات ولا مشاكل. الناس اللي عندهم ارتداد الحمل المعدة للمريء، المريء مش متعود على الأسد، بنزل الأكل فيه هو الأكل العادي اللي احنا بناكله بالحموضة العادية اللي احنا ناكلها، اللهم هو بيمرر هالأكل بنزل على المعدة، المعدة بتبدأ تلخ هالأسد من هون ومن هون ومن هون. لما هذا الأسد كله بيرجع على الإسوفيجس، خلايا الإسوفيجس ما بتقدر تتعامل معه. خلايا الإسوفيجس من إيش لون من جوا؟ من سكويمس سيلز. سكويمس سيلز يعني زي خلايا جلدنا، سكويمس سيلز. تخيلوا أنتوا الجلد تبعكم يتعرض لمادة حمضية بحمضية شديدة زي المعدة، شو بصير فيه؟ ما بقدر تتحمل. فخلايا الإسوفيجس نفس الفكرة، ما بتقدر تتعامل مع الأسد، فهي خلايا سنسيتيف للحموضة، ما بتعرف تتعامل معها. طب شو بنعمل؟ بنعمل ميتابليزيا، بدنا نغير نوعها، بدنا نحط نوع جديد مكانها. شو النوع الجديد اللي بنجيبه مكانها؟ عنده قدرة عالية على التعامل مع الأسد، زي تبع السمول انتستن، تمام؟ فبنجيب نفس خلايا السمول انتستن تبدأ تنشأ وتتواجد في الإسوفيجس، لأنه هدول بيفرزوا ميوسن بيعرفوا يتعاملوا مع الأسد. فهذا الشيء شو بنسميه؟ ميتابليزيا. غيرنا في one cell type لا another type of cell عندها resistant أكتر أو عندها قدرة على التعامل مع الستيميولس بشكل أفضل، فبنسميه intestinal metaplasia. كتير مرات لما بناخد خزعة من نهاية الإسوفيجس تحت الميكروسكوب نتفرج بنلاقي نفس الانتستينال سيلز موجودين في الإسوفيجس، فبنسميها إيه؟ intestinal metaplasia، إنه ميتابليزيا لخلايا انتستن. ميتابليزيا لخلايا انتستن. فهذا أشهر إكزامبل وأبسط إكزامبل. السؤال، ليش لما نقول one type of adult cell؟ شو يعني adult cell؟ ليش قلنا adult cell؟ مكتملة. يعني هاي الخلايا بعد ما أنت صرت شخص adult اكتمل، differentiation كامل لخلاياك، تميزت خلاياك، خلص هذا هو الطبيعي. فوقتيها لما نغير من خلية من نوع خلية لنوع خلية نسميه ميتابليزيا. ولكن عند الأطفال أو حتى بالفيتس وبالإيرلي تشايلدهود ديفلوبمنت التغير من نوع لنوع آخر من خلايا جزء من النورمال ديفلوبمنت ما بنسميه ميتابليزيا. بس لما يكون الشخص اكتمل نموه وتغير نوع خلية بالتانية هذا نسميه ميتابليزيا. ولكن عند بالفيتال ديفلوبمنت أو حتى في الإيرلي تشايلدهود أثناء التطور والنمو ممكن يتغير نوع لنوع عادي، هذا ما بنسميه ميتابليزيا. انت بنسميه ميتابليزيا لما يكون ادلت سيل ماتشور سيل تحولت انتو خلص ان الاورجان استقر خلايا هون اذا تغير من نوع لنوع ثاني نسميه ميتابليزيا. This happens. طيب كيف بحدث هذا الحكي؟ بين يوم وليله من قش الخلايا اللي نشياهم منروح نستورد خلايا جديده ونحطها؟ لا، This happens through reprogramming of stem cells. يعني الخلايا الجذعيه هي اللي بتبرمج إنه هون هذا الأورجان لازم يطلع كل اللي فيه سكويمس، ركبوا برنامج لسكويمس يطلع كله سكويمس. نعملها إعادة برمجة إنه إحنا يا خلية جذعية استمسل أو الميزينكيمال سل الأندفرنشيتد إحنا هون عندنا ستيمولس معين، فبنفعش بدنا من يوم طالع نطلع خلايا انتستينال، فبتعيد البرمجة. فكل ما تموت خلايا سكويمس بتجيب محلها خلايا انتستينال. فريبروغرامينج أوف ستيم سيلز، يعني مش بيوم وليلة بننحيهم ونجيب غيرهم، لا، الستيم سيلز تتبرمج إنها تحت هذه الظروف تنشئ انتستينال إبيثيليوم بدل سكويمس في هذا الإكزامبل. هاي في حالة بس ارتداد الحمل. هذا ون إكزامبل عن ميتابليزيا، هلا حأعطيكم مجموعة إكزامبل، بس هو الفكرة بالميتابليزيا ريبروغرامينج أوف ستيم سيلز، يعني الخلايا الستيم سيلز أو الأندفرنشيتد سيلز المنشأ بهذا الأورجن بتم إعادة برمجتها. منه مرات تكون فيسيولوجيكال مرات تكون باثولوجيكال. في هذا الاكزامبل اللي حكينا this is pure pathological. لا سوري عفوا، الميتابليزيا is always pathological. ميتابليزيا is always pathological. الميتابليزيا is always pathological. يعني لما بنحكي على الاتروفي it can be physiological can be pathological. هايبرتروفي وهايبربليزيا could be physiological could be pathological. دائما الميتابليزيا pathological. تمام؟ على اللونج تيرم، على اللونج تيرم. هلا الميتابلاستيك سيلز اذا ما حلينا المشكله ورجع كل شيء باك تو نورمال ضل استمر الانجري فور لونج اند لونج اند لونج تايم، ممكن يحدث كارسينوما. هيك بنكون طلعنا برا منطقه الادابتيشن يعني. تمام. طب انا ما حولت نفس الخليه، ما ليش احول لنفس الخليه؟ ايش قصدك يعني؟ كان انا عندي خليه ما حولتها نفسها. طب انا ايش بدي؟ ما صنعت بدال. يعني هاي الخليه انا عندي موظف مش عاجبني شغله،
انا كشخص محترم يعني بروح بقول له بكره بتحمل حالك بتروح، ولا بقول هذا مثلا بتعاقد 3 شهور بس يخلصوا 3 شهور بجيب واحد ثاني احسن منه. هو طبيعي يمكن بالنسبه لي يعني فهمت رايك كيف يعني انه انت ما بتطرد الخليه، انت بتستناها بس ينتهي عمرها وتشد والمفروض يجي مكانها، اللي بيجي مكانها بيجي من النوع الجديد. بس الخليه لا تشتري ايه اه ماشي يعني ميتافليزيا تشينج تشينج اوف وان تايب اوف سيل، يعني هذا الاورجان التايب اوف سيل اللي فيه المفروض سكويمس اي تشينج ذات انتو انذر تايب اوف سيل، لما خلصوا دول الخلايا جبت محلهم خلايا من نوع جديد. هلا مش نفس الخليه بروح انا بزركشها وبزوقها وبغيرها لخليه ثانيه، يعني كيف بدي اقلبها انت استنم كيف بدي اقلبها تصنع ميوسن اه بس استناها لما خلص ينتهي عمرها الافتراضي منجيب بدالها نوع جديد. اوكي فتشينج التايب اوف سيل المفترض في هذا المكان. اوكي واضحه؟ طيب هون هذا جدول بعطي مجموعه اكزامبلز يا جماعه الخير صبايا في الالكتروني فيش منه هذا الحديث، بتناموا براحتكم بدون ما اقطعكم يعني. الاكزامبلز ميتافيزيا، هذا الجدول فيه مجموعه اكزامبلز حلوين وحلو انه نفهمهم كيف بحدث ميتافيزيا او ليش بحدث ميتافيزيا. اول اكزامبل واكزامبل كثير شهير عند السموكرز تمام؟ عند السموكرز لما الناس اللي بتدخن ها بيدخل السموك اوكي على الرئه وعلى البرونكاي والبرونكيوز. البرونكاي والبرونكيوز ايش اللايننج سيلز فيهم الطبيعيه؟ خلايا ريسبيراتوري تايب بتكون كلها من السيلز، على سطحها في سيليا بتعرفوا السيليا الاهداب ها السيليا وظيفتها تطرد اي بارتكل دخلت مع الهواء تعمل لنا سنيزنج ونطلع لبرا مزبوط. فاذا نورمالي السموك لما يدخل بيدخل على خلايا البرونكيال ايبيثيليوم الجهاز التنفسي بيكون في سيلياتد كولومنر ايبيثيليوم، سيلياتد كولومنر ايبيثيليوم هم الخلايا الريسبيراتوري تايب بنسميهم ايبيثيليوم. الناس اللي بتدخل السموك عندها كل يوم السموك جسم غريب او ستيمولس غريب على الجهاز التنفسي، فخلايا السيلياتد ايبيثيليوم ما بتعرف تتعامل معه، فيوم عن يوم بيبدأ يصير في عندنا ميتابليزيا. دي سيلياتد ابيثيليوم تتحول انت سكويمس سيلز. سكويمس سيلز عندها قدرة تتحمل الضرر من السموك او الكربون بارتكلز اكتر من السيلياتد ابيثيليوم. فش بصير في عندنا سكويمس ميتابليزيا. سكويمس ميتابليزيا من الخلايا الجديدة اللي صارت تنشأ في المكان سكويمس سيلز. اذا الناس السموكرز عادة لو ينزل ناخد خزعة معينة ونيجي ناخد خزعة معينة من البرونكاي تبعتهم نتفرج فبنلاقي صار في انهم سكويمس ميتابليزيا، كثير من السيلياتد ابيثيليوم راحت وجا محلها سكويمس ابيثيليوم، فايش بنسميها سكويمس ميتابليزيا. تمام. اكزامبل ثاني الترانزيشنال ابيثيليوم اوف ذا بلادر اليورينال بلادر، الناس اللي بتشكل عندهم حصاوي حصوات كالكولس ستونز في البلادر حصوه في المثانه او مش بالضروره بس حسوه اي اريتيشن، لناس بتحط تربيش بول لفترات شهور طويله او الناس اللي بيكون عندهم مشاكل مع حصوات بتضل تخبط في البول تبع البلادر تحت بالبول تبع البلادر. البول اوف ذا بلادر نورمال هي ترانزيشنال ابيثيليوم. شو ترانزيشنال؟ اللي هم بيجوا بين السكويمس والكولومنر جاي هذا النورمالي. نتيجه وجود الستون والاريتيشن اللي بتعمل ستون كل يوم بيبدا يعمل ميتافيز لمين؟ السكويمس. سكويمس ابيثيليوم تذكروا نفس خلايا الجلد تبعنا بتتحمل الهارش انفايرمنت عوامل الحت والتعريه، يعني ربنا لما خلق السكويمس ابيثيليوم على سطح جلدنا بتحمل الحراره الشديده بتحمل البروده الشديده الثلج الصحراء الرمل الغبار بنشتغل فيه بالتراب بالارض بالشجر صح بالكيميكالز المصانع مزبوط. فالسكويمس ابيثيليوم هذا ديورابل عنده قدره يتحمل الريتيشنز مظبوط. فالجسم لما بده ينحط في ظرف فيه irritation stone بتحط بالوول تضرب فيه smoke او مادة كيميكال شو بتعمل؟ ميتافيزيا. ميتافيزيا ايش؟ squamous epithelium. example تاني columnar epithelium الموجود في gland ducts. تعرفوا الglands الغدد فيه لها duct تفرز secretion بتروح على الduct، مرات هاي الduct بتشكل فيها stone بتلصم بتسكر حال stone تضرب بالوول او بيصير عليها فيتامين اي ديفيشنسي بتلاقي هاي الخلايا الستركتشر تبعها بتغير ستريس شو بتعمل سكويمس ميتابليزيا بتتحول سكويمس سيلز بتكون كلها بتقلب سكويمس
كمان فكمان هذا بتزبط. كل هاي الفيليال سيلز. ها نيجي نحكي عن الفايبروكولاجينس تشو. يعني الفايبرس تشو او الكولاجين اللي موجود لما يتعرض لإريتيشن مستمرة ببطل الستركتشر تبعه فايبرس تشو، بيبدأ يتحول انتو بون، بوني ميتابليزيا او اوسيس ميتابليزيا، تعظم في زي البون بصير هذا كايند اوف الجاستريك اسيد الاكزامبل اللي حكينا من شوي. ارتداد الحمض من المعدة للمريء، بتكون سكويمس سيلز تتحول الى كولومنر سيل فيها انتستن زي الانتستن، بنسميها انتستنال ميتابليزيا او كولومنر ميتابليزيا، بس انتستنال ميتابليزيا انه نفس الانتستن فيها ميوسن نفس تبع الفيتامين اي ديفيشنسي زي ما حكينا الجلاندز داكتس فيها تتحول السكويمس. فمهمين هدول السيناريوهات، ركزوا فيهم كل سيناريو وات كايند اوف ميتابليزيا بصير فيه وات كايند اوف ميتابليزيا. وضحت الميتابليزيا؟ طلعوا هون على المنظر. هون بالاسوفيجاس هاي السكويمس سيلز، وهون الكولومنر سيلز فيهم كوبلت تمام. تحت الاسيد فيه السكويمس سيلز، طلعوا هون فيهم كوبلت بيضة اللي هم بيفرزوا ميوسن، كانوا كلهم سكويمس بهالطريقة صار فيهم ميتابليزيا هيك. طبعا الميتابليزيا مش انه بيروح طقم من الخلايا بيجي طقم مكانه بالتدريج، يعني تطلع على البيوبسي فيها سكويمس سيلز تصير تلقطي هون ميتابلاستيك هون وهون، مع الزمن يصيروا اكثر واكثر واكثر، يعني اتس جراديوال بروسيس، مش انه والله مسحناهم من هون جبنا مكانهم طقم كامل انتستنال ابيثيليوم منهم، لا بالتدريج. وضحت؟ فهمنا شو يعني ميتابليزيا؟ واضحه؟ تمام؟ هلا الحالات اللي حكينا عنهم كلهم باثولوجيكال، باثولوجيكال ميتابليزيا باثولوجيكال، مثلا الناس اللي بصير عندهم حرقات كثير ما بالمعدة ما بتتحول السكويمس لكولومنر ابيثيليوم مثلا، ما احنا بنقول هذا اللي حكينا على الاكزام، هو هذا يعني يعتبر باثولوجيكال باثولوجيكال طبعا، ولا ليش احنا بنروح بنعطيه دواء ومن هذا، يعني اتس ا ديزيز، يعني بين قوسين ديزيز مضبوط، مرات ديزيز بسيط بس اتس ا ديزيز يعني باثولوجيكال، ميتابليزيا باثولوجيكال معظم الايام. بعد ما تتحول بالبر بنقول لك اذا حلينا المشكله ورحنا تعالجنا وشلنا الحموضه اعطينا ميديكيشنز او خففنا من السبب او كذا نرجع باك تو نورمال، فديس از ريفرس. ولكن برجع بقول لك مرات الادابتيف كابابيلتيز اكسيدت، اذا الشغله طولت كثير كثير خرجنا برا الادابتيشن خلص بيبدا شوي شوي سلسل انجري ونبدا ندخل في مشاكل ثانيه من ضمنها الكانسر اللي حكينا زي الاندوميتريوم او حتى الانتستينال ميتابليزيا في الاسوفيجس على مدى 20 30 سنه اتس ا ريسك فاكتور فور كارسينوما. ضعف بحالات الاسوفيجيال كارسينوما اللي تيجي باللور اسوفيجس بيكون في قبليها لونج ستاندنج ريفلكس انتستينال ميتابليزيا، بس هذا على بعد سنين طويله من الزمن قد تتحول، لكن بنكون ساعتها خلص خرجنا برا الادابتيشن. تمام واضح؟ حدا عنده سؤال على اللي حكينا سوفا؟ هيك خلصنا انواع الميتابليزيا، حدا عنده سؤال عليهم؟ طيب بدنا نحكي بعض السب سيلولار ريسبونسز للانجلي اللايسوسومز، بتعرفوا اللايسوسومز حالكم بتعرفوا عن الفاجوسايتوسيس اي تيك، يعني واضح انكم عندكم فكره واضحه عنه، ما في فكره في فكره واضحه ممتاز. اللايسوسومز اللايسوسومز بالخليه شو اسمهم بالعربي؟ اسم المحلل. ليش اسمه محلل؟ ديجريديشن، لانه عنده انزيمز بتحلل اي ستراكشر بدنا اياه، زي ايه يعني شو اسمه هيك العضلنجي تبع الخليه، وين في اي شيء بدنا كذا بيجي بكسر لنا اياه بقيمه من ارضه. تمام، فاذا هو بيحلل اي ستراكشر في الخليه. اللايسوسوم بالوضع الطبيعي بيكون قاعد في الخليه وعين او عليه وهادي ما بيشتغلش اي شيء، بنسميه برايمري لايسوسوم، يعني مش اكتيفيتد. لما بدنا منه فانكشن نعمل له اكتيفيشن بصير شو اسمه سكندري لايسوسوم. فاذا البرايمري لايسوسوم بكون قاعد في الوضع الطبيعي ممبرين باو بالاورجانيلز تبعونه، الغلاف تبعه موجود نيكست تو ذا ممبرين، فيه فرايتي من هيدروليتيك انزيمز مش فعال ولا حاجه. لما بدنا نفعله ويشتغل بصير سكندري لايسوسوم. امتى بنفعله يشتغل؟ لما بنطلب منه يتحد مع الفاجوسيتيك فاكيول، اي شيء بدنا نعمل له فاجوسايتوسيس من برا او من جوا بنحطه بالفاجوسيتيك فاكيول
وبنبعت ورا اللايسوسوم بنحوله من برايمري لسكندري يتحد مع الفاجوسيتيك بكتيريا وبيبدا يعمل ديجريديشن للستراكشرز اللي موجوده فيه. الانزيمز بتحلل الماتيريالز تمام. فاذا السكندري لايسوسوم هو نفسه الفاجو لايسوسوم لما بيتحد مع الفاجوسيتيك بكتيريا خلاص صار اسمه سكندري بدا على الشغل فيجو لايسوسوم. When the primary lysosome fuses with the vacuoles containing material from the هذا دور اللايسوسوم. طيب حكينا عن الفاجوسايتوسيس انه it can be a structure جاي من برا الخلية غريب اللي نسميه تيروفيجي او a structure من قلب الخلية نسميه اوتوفيجي. فهون في عنا الاوتوفيجي وهون عنا التيروفيجي. ايش هر اشهر اكزامبل للأوتوفيجي وإيش أشهر إكزامبل للهيتيروفيجي؟ أشهر إكزامبل للأوتوفيجي أنت الخلية بتبلعم أشياء من ستركتشرز نفسها في الأتروفي. حلو بالأتروفي هذا قبل شيء حكينا إنه بالأتروفي الخلية بتتخلص من ستركتشرز موجودة جواها تمام؟ فإيه هذا مسميه أوتوفيجي لأنها اتخلصت أو تبلعمت ستركتشرز من جواها تمام؟ هذا مسميه أوتوفيجي. إيش أشهر إكزامبل للهيتيروفيجي؟ لما يصير في عنا بكتيريا الانفكشن مثلا تيجي البكتيريا بتروح الماكروفاجز تتخلص منها وتهجم عليها تبتليها تعملها ديجريديشن. فبحالات الانفلاميشن بالالتهاب مايكرو اورجانيزم او ماتيريال من برا غريبه بيعملها هيتيروفاجي فاجوسايتوسيس بالفاجوسيتيك بكتيريا وبنجيبها الانزيمز تحللها. فمين اكثر خلايا بتعمل هيتيروفاجي بهذا السيناريو؟ الاميون سيلز الانفلاماتوري سيلز خلايا الدم البيضاء الوايت بيسز النيوتروفيلز الماكروفاجز صح؟ لما هي اللي بده يجي بتهاجم الفيروس او بتهاجم البكتيريا تتخلص منها. اذا في سيناريو الانفلاميشن طيب لما بصير في عنا سواء بالهيتيروفيجي لاحظوا الستركتشر دخل من برا الخليه الممبرين بعد دخلناه جوا الخليه كيف بندخل الستركتشر؟ عندنا شخص برا بده يفوت جوا اندو سايتوسيس دخلناه جوا الخليه لما بنخرجه برا اكزوسايتوسيس دخل الستركتشر لجوا بالاندوسايتوسيس تمام. بيجي هالخليه بتمد الممبرين اكستنشن للممبرين تبعتها بتدزه لجوا. لاحظوا كيف دزت الممبرين كله حوالين البارتيكل دخلت جوا. لما دخل جوا نحط بقلب ايه فاكو لا سا نحط بفاجوسيتيك فاكيول بنحطه بفاكيول بندخله بكيس فاكيول فاجوسيتيك فاكيول بعدها بتتحد مع بعدين الفاجوسيتيك فاكيول تتحد مع اللايسوسوم فيجو لايسوسومال فيوجن بتحدوا مع بعض نبعث ورا اللايسوسوم الاصفر مع الفاجوسيتيك اكيول هاي بتحدوا مع بعض نسميه فيجو لايسوسوم لانها من برا نسميه هيتيروفيجيك فيجو لايسوسوم وبدا هاللايسوسوم يحلل الستراكشر ويدمر الاشياء. وهون كل نواتج العمليه اللي طلعت معه بيطلعها برا بطريق اكسوسايتوسيس البواقي يتبقى ريزيديوال بودي بعض الريزيديوالز بنسميهم ريزيديوال بودي هذا اللون جسم الاصفر بنسميه ريزيديوال بودي بضل باقي ما بيحللوش هذا اصغر شيء ضل ما بيتحلل فبضل قاعد بالخليه بنسميه ريزيديوال بودي اللي هو الجسم المتبقي. عاده بعطينا اللون اصفر عبني بالخزعه بيبين اصفر عبني بنسمي هاي الصبغه الصفراء او البنيه اللايبوفيوسكن اللايبوفيوسكن رح نحكي عنها لقدام. هاي بس نشوفها بنعرف انه هاي الخليه صاير فيها فاجوسايتوسيس اذا حجمها صغير واتروفي بنعرف انه هاي الخليه صار فيها اتروفي واوتوفيجي وهي الصبغه الصفراء موجوده فيها اللايبوفيوسكن اللي هم بواقي الريزج والبادي. نفس الشيء الاوتوفيجي نفس المبدا بالاوتوفيجي إنه فاجوسيتيك بكتيريا نجمع فيها ستركتشرز ناشياها منجيب البرايمري لايسوسوم بالتحد بصير فيجو لايسوسوم هالمرة أوتوفيجيك فيجو لايسوسوم أو أوتوفيجيك بكتيريا وبعدين بيبدأ يعمل ديجريديشن ويتبقى عندنا ريزيديوال بادي أوكي على شكل لايبوفيوسكن بيجمنت الصبغة الصفراء هاي هي صبغة اللايبوفيوسكن اللي هي بواقي عملية الفاجوسايتوسيس. وضحت عرفنا هيتيروفيجي وأوتوفيجي الفرق بينهم اوتوفيجي يساوي اتروفي ان الخليه عملت اوتوفيجي يبقى صار فيها اتروفي تمام. الهيتيروفيجي بنشوفه بسيناريوهات كثير من ضمنها اشهرها الانفلاميشن تمام. طيب نفس الكلام الاوتوفيجي شو يعني بلعمه ذاتيه انترا سيلولار اورجانيلز سيكوستر جبناهم استقطبناهم من السيتوبلازم حطيناهم بقلب اوتوفيجيك فاكيول
بعدين بتحتوا مع البرايمر لايسوسوم شو بصير اسمهم مع بعض؟ أوتو من أوتوفاجي فاجو لايسوسوم فاجوسيت الفاكيول مع اللايسوسوم. لما يتحدوا مع البرايمر لايسوسوم بصير اسمه سكندري؟ بصير سكندري هي نفسها فاجو لايسوسوم. يعني بنستخدم مصطلح فاجو لايسوسوم اللي هو سكندري إنه بدأ يشتغل. أنت بيشتغل لما بتتحد مع الفاجوسيت الفاكيول. فإذن أوتو فاجو لايسوسوم. This is especially important when بحالات الأتروفي بالأجينج اللي بصير فيها كتير أتروفي والديفلوبمنت والريموديلينج. بالمقابل الهيتيروفاجي اشهر خلايا بتعمل قلنا مين؟ انفلاماتوري سيلز ذا انجلف انجلف بتلقفوا ها ايش فورين بودي مايكروب مثلا او ستراكشر من مايكروب بيدخلوه لقلب الخليه في بروسس شو بنسميها اندوسايتوسيس دخول الاورجان الاورجان الستراكشر من برا الخليه جوا بنسميه اندوسايتوسيس عكسها اكسوسايتوسيس هلا بالاندوسايتوسيس إذا كان البارتيكل حجمه صغير والليبيد سوليبل بتفش الباب وبفوت مش بحاجة لقصة يعني بزق حاله لا وبفوت أوكي هاي شو بتسميه فينوسايدوس لأنه حجمه صغير ولأنه الليبيد سوليبل بدخل بسهولة بدوش قصة بدوش حد يفتح له الباب فينوسايدوس ولكن لما بيكون حجمه كبير لارج ماتيريال وينيد تو انجلفت وندخله هون شو بنسميه فاجوسايتوسيس دخوله من برا جوا نسميه فاجوسايتوسيس عرفنا في الفكرة فيهم لما دخل البارتيكل جوا نحطت بقلب اندوسيتيك فاكيول فاجوسيتيك فاكيول بتتحد مع البرايمري لايسوسوم شو بصير اسمها فاجو لايسوسوم ولكن هاي المرة ايه يديرو فيجي لانه الاورجانيزم او البارتيكل من برا هناك اوتو هون هيديرو بس هي نفسها فاجو لايسوسوم طيب هون بقول لك انه اللايسوسوم اذا كانت الماده اللي قباله بده يحللها عباره عن بيورلي كربوهيدرات بحللها كلياتها كومبليتلي دايجستد بضلش منها ريزيدجوال بودي بتتحلل كلها ونواتجها الذائبه كلها بتخرج برا بضلش اي ريزيدجوال اذا كانت كلها كربوهيدرات فيش ريزيدجوال بودي انت بضل الريزيدجوال بودي اذا كانت الماده عباره عن ليبيد الليبيد الا ما يضل فيه بواقي ريزيدجوال بودي تمام if limit residual bodies تتشكل وكيف يبينوا على شكل ايش قلنا live of your skin some foreign material can stay within the cell مثل الكربون particles مرات في بعض particles لا لايسوسوم ولا غيره بقدر يحللها ويتخلص منها يعني بتكون مادة مصنعة غالبا ما بنقدر نحللها مثل الكربون particles المدخن تدخل حل الكربون عنده علاج جسمه بتعمل كل الضرر اللي حكيناه من شوي ولكن يجي اللايسوسوم بيقدر يحلله ما بقدر فهو ابتلعه الفاجوسايتوسيس مين اللي بتبتلع الماكروفاجز ابتلعته وحيرانه فيه ضله موجود جواه مش عارف شو تعمل لا ما اوكي احنا محفزنا الادابتيشن بحكي بس على فكره الفاجوسايتوسيس انه الخليه الماكروفاج قاعده بهال هذا وين في فورم بدي بتروح تبتلعه وتخلصنا منه دخل مع الهواء اللي انت تاخذيه فيروس او بدي اقول فيروس بكتيريا معينه بتيجي تهاجمها مزبوط نفس الشيء الكربون فورم بدي في جهة الماكروفاج بتلعب تخلص منه ما بتعرف تخلص منه ماكروفاج عم نحكي عن انفلامتري سيل ما عم نحكي عن السكويمس سيل وتحولت لكولومنر وكذا عن انفلامتري سيل بتتخلص من الكربون ما بتقدر تكسره فبتبتلعه اللايسوسوم بيعرف الشي دير حاله ما بقدرش يكسره فبضله موجود فكثير مرات لما بنيجي ناخد خزعة من مريض مدخن من الرئة او من الليمف نود اللي جنب الرئة منلاقي فيها صبغة سوداء هي هاي الكربون بيبين انه مدخن من البايبسي بعرف انه هذا الشخص مدخن هي في عنده كربون بارتيكلز موجودين هلا كثير مرات هاي الكربون بتضل قاعده خامله ما بتعملش شيء هذا بنسميه انثراكوسيس انثراكوتيك لونها اسود بس كاركترستيك يعني بالخزعه بتبين لونها سوداء حافرجيكم اياه لما نحكي على الاكوميليشن رح نرجع نمر عليه مع الوقت بتعمل مع الوقت اذا تراكمت بكميات كبيره بتعمل مشاكل تعمل ديزيز هلا الكانسر مش من فكرة الكربون الكانسر تأثيره على الاندو على الابيثيليال سيلز يحفزها يعمل فيها ميوتيشنز معينة وكذا تقلب كانسر ولكن الكربون لما تيجي تاخذ الماكروفاج وتقعده جواها هي بس بتراكم تمام هذا فقط في الخلايا بتضلها موجودة بتضلها موجودة هلا ايش الماكروفاج هي قاعدة بقلب الرئة حملة الكربون قاعدت فيه اقصى مكان بدها تعمله انها تحمل حالها وتروح تدرين على اقرب لمف نود حتى لو ماتت بيجي غيرها يحمل كربون وهكذا تمام فالكربون بيتراكم انتراكم some foreign materials زي ما قلنا بضلوا بقلب الخلايا
هاي صبغة اللايبوفيش كيف عشان انتم شايفين من الضوء، بس في عندي هون جرانيولز لونهم صفر بنيات. هذه الجرانيولز بخلايا الكارديك مايوسايتس عاملين اتروفي. فهاي هي اللايبوفيوسكن. شو هم اللايبوفيوسكن إذن؟ هم رزجوا البضي. تمام؟ رزجوا البضي بعد عملية الأوتوفيش. هون ال لا هذا حكينا ميتوكوندريال الالتريشن هم اللي نخليهم للمرة الجاية نحكي فيهم، واللي هي تشوف البروتينز. خلص ميتوكوندريال الالتريشن واللي هي تشوف البروتينز للمرة القادمة.